هاي، أهلا بيكم. قراءة برج الحوت شهر 120 2022. يلا قراءة برج الحوت شهر 120 2022. قراءة برج الحوت شهر 120 2022. ايه اخبارك يا برج الحوت؟ تعبان؟ ايه ده؟ طيب تعالوا نشوف طاقتك ايه الاول. ليه كده يا برج الحوت؟ طب الحمد لله. بص يا برج الحوت، انت كنت تعبان الفترة اللي فاتت ولسه قلقان وتعبان، كان نفسك في احتفال وحسيت ان انت ندمان ومكسور وقلبك وجعك وحسيت بخداع وخيانة وعايز تستشفى من كل ده. مش عارفة ايه اللي حاصل معاك يا برج الحوت، بس انت ندمان، متعلق جامد جدا بشغلك، و الشغل حاسس ان هو بقيت مقيد بيه، ممكن ده اللي تعبك. خلي بالك على صحتك، ممكن عشان انت مهتم قوي بالشغل فما اثر في صحتك شوية. الاموال عندك كويسة الحمد لله. العاطفة عندك، انت واخد قرار قاطع، يعني هو خلاص بقى حبيبي جنبي وانا بشتغل وخلاص. لا يعني خليك حنين شوية عليه، اظهر له حبك شوية. عندك احتفال، احتمال يبقى عندك احتفال الشهر ده او استقرار. طاقتك مش احسن حاجة الشهر ده، بس هو انت ندمان زعلان على حاجات خسرتها، واعتقد ان اللي انت خسرته ده كان في الشغل، او الشغل اثر على صحتك، يعني في كده وفي كده، في ناس حصلها كده في ناس حصلها كده. بس ان شاء الله عندك احتفال اخر الشهر او عندك استقرار، هتاخد قرار هتستقر فيه. دي كانت الطاقة بتاعتكم، الطاقة العامة بتاعت برج الحوت. تعالوا نشوف بقى علاقة المنفصلين وعلاقة المرتبطين. هنبتدي بالمرتبطين. برج الحوت شهر مايو 2022. علاقة المرتبطين برج الحوت شهر مايو 2022. علاقة المرتبطين شهر مايو 2022. تمام. طب ده انتوا الاتنين حنينين على بعض، حلو. طيب بص يا برج الحوت، انت وحبيبك او انت وشريكك انتوا بتحبوا بعض جدا، و حاسين ان انت ابتدى يبقى عندك نوع من انواع الضبابية. بص طاقتك انت من ورا، انت عايز اديت ظهرك للكؤوس اللي ما اكتملتش دي وعايز تمشي. لا كمل، لو انت بادي مع حبيبك حاجة كملها. لو انت ابتديت تديله مشاعر او احاسيس معينة او ابتديت حتى تسمعه كلام حلو، كمل كمل، عشان انت عندك ان انت تكمل ده، ما تمشيش وتسيب الموضوع ده. نفسك تقدم حب، شايف ان هو فرصة حياتك. طيب انت بتحب حبيبك وحبيبك بيحبك، بس في مشكلة بينكم، في يا اما اختيار تاني يا اما هو مش طرف تالت. هو انت عندك ضبابية في حاجة، عندك متشتت بين حاجتين، ممكن تبقى متشتت في شغلك،
ممكن تبقى متشتت مع عيلتك، ممكن تبقى مهتم لو حد متجوز او عنده عيال، ممكن انت مهتم بأولادك اكتر فانت عندك تشتت. انا بتكلم اللي بيقرا اللي بيسمعني برج الحوت، انت برج الحوت اللي عندك المشكلة دي مش حبيبك، حاسس ان انت مقيد بذكريات قديمة، حاسس ان انت بتفتكر الماضي وبتتضايق. اوكي حبيبك، لا حبيبك بيحن لك قوي وبيقدم لك كيس حب جامد جدا، بيشتغل على علاقة كتير قوي، بيشتغل على اللي بينكوا كتير قوي، يعني هو بيشتغل. انت شخص متمسك جدا بالعادات والتقاليد، وشخص ملتزم بالحاجات دي جدا. يمكن تكونوا حاسين ان العلاقة بينكم بقت جافة او خلاص بتنهار، لا هي مش كده خالص، هي واقفة ثابتة، محتاجة شغل كتير علشان تنمو تاني، محتاجة شغل كتير عشان تقوم تاني. بصوا الكوز دي هما 9 لسه موصلوش، بقوا 10، محتاجين شغل عشان توصلوها ان هي تبقى 10، تبقى علاقة جامدة، علاقة حلوة، عندك حاجات حلوة. يعني كينج اوف كابس هو بيحبك جدا، وانت عندك قوة وعندك شخصية قوية وهو بيحن لك وبيحبك. ما تخلوش الظاهر ده يخدعكم، ما تخلوش ظاهر ان العلاقة دي خلاص بتنتهي او بقت كفة او بقت علاقة جافة، علاقة يعني انا اللي انا شايفاه، يعني اللي انا شايفاه دي علاقة 2 متجوزين خلاص، احنا اتجوزنا وجبنا عيال وعايشين معاهم وخلاص على كده، الحياة بقت باردة. يعني احنا هي تتقال علاقة باردة، لا ما تخليش ده يوصل، اشتغل على علاقة، هو بيحاول يشتغل معاك على علاقة، فكك من الاحزان والماضي اللي انت زعلان عليه ده. اوكي واشتغل معاه ووصلوا لرقم 10، يعني دي علاقة حلوة فيها حب وفيها حنان وفيها حاجات كتيرة، ما تنشغلش عن حبيبك وتفكر في حاجة تانية وتسيبه. دي نصيحة الترو ليك. لو عندك شغل اهتم بيه، لو عندك بيت وولاد اهتم بيهم، بس ما تنساش شريكك يا برج الحوت. انت مهتم بحياتك وسايب شريكك، اهتم بشريكك اكتر. طاقتكم حلوة. دي كانت قراية برج الحوت للمرتبطين. تعالوا نشوف بقى قراية برج الحوت للمنفصلين شهر مايو 2022. قراءة برج الحوت للمنفصلين شهر مايو 2022. خناقة كده من اولها يا برج الحوت. ده انت كمان زعلان. طيب حبيبك ايه اخباره؟ طيب ليه كده؟ بصي يا برج الحوت، انت عايز تنهي العلاقة دي وعايز تمشي بسرعة وحاسس ان في اختيارات تانية وخلاص اديت وش كده قفلت وعايز تنهي وخلاص، انت عايز تنهي العلاقة دي. اللي انا شايفاه قدامي ده واحد عايز ينهي العلاقة، اوكي، او واحدة يعني الطرف برج الحوت، يعني انت عايز تنهي العلاقة. في خناقات وفي مشاكل كتيرة حصلت، في وجع قلب وكسرة قلب، في ندم جامد، وانت حاسس ان انت انخدعت في العلاقة دي، انت حاسس بالخداع، حاسس ان انت مش اتخنت، اتخدعت. تمام. هو خلاص واخد طريق ان هو ينعزل، زعلان، نفسه يقدم لك كيس حب جامد جدا. احتمال كان في طرف تالت او كان مشغول عنك بحاجة، كان رافع سيفه عليك في فترة،
بس هو حاول يدي كتير او حاول يصلح كتير وحاول يقدم كيس حب وهو بيحبك. تمام، يعني الرفض من هنا جاي من برج الحوت، مش من الطرف التاني، مش من حبيبه او شريكه. حبيبك بيحبك جدا وانت حاسس انك انخدعت، حبيبك عايز يقدم لك كيس حب، ممكن يكون كسر قلبك لانه احتمال كان عنده طرف تالت، ممكن يكون كسر قلبك بس وبيحاول يدي في العلاقة كتير، بس انت حاسس انك اتخدعت في العلاقة دي، حاسس انك يعني اتألمت في العلاقة دي، بس هو بيحبك وعايز يقدم لك كيس حب. طيب مصير العلاقة، مش عارفة انتوا شايفين الورق. طيب بص، العلاقة دي فيها رجوع، اوكي، وهو بيحاول يرجع لك، هو مشتاق لك جدا، شايفك حد جميل جدا، هو عايز يرجع، بيحن لك جدا. الكارت مش عارفة واضح ولا لا، بيحن لك قوي، عايز يعمل معاك احتفال وشايف ان انت العالم بتاعه، اوكي. برج الحوت، انا شايفه ان في رجوع في العلاقه دي. التارو بيقول لك في رجوع، هو انتو ذا لوفرز، ده مشاعره، وهو طاقه العلاقه ان هي زورت العالم. في احتفال، انت ممكن تكون انكسرت، ممكن تكون اتضايقت، ممكن تكون انجرحت في العلاقه دي، بس حبيبك بيحبك. الناس كلها ممكن تغلط والناس كلها ممكن تنشغل عن حبيبها، بس المهم هو عارف قيمتك، عارف ان هو بيحبك وعايز يقدم لك كيس الحب ده، مختارك، واخد قرار، مشتاق لك جدا، بيحن لك قوي، وعايز يرجع، عايز انت العالم بتاعه. ربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب. دي كانت قراية برج الحوت شهر مايو 2022. ما تنسوش تبعتولي وتقولولي ايه اخباركم. اشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.